التواصل يستمر مشاهدينا ومستمعينا الأفاضل. هذه انطلاقة شوطنا التاسع، يضم في أكنافه ما يقارب 48 مشاركة نعم معنا في هذا الشوط. نبدأ ونتعرف على هذه الأسماء، ومع المركز الأول مباشرة من تتقدم هذه العفريت، محمد بن راشد بن سعيد آل جحيش المري مع المركز الأول، ولكن هنا التقدم، شوفوا التقدم من الداودية، سالم بن عبد الله بن سعيد العيدة مع الداودية مع شعار ود، نعم هذه الداودية وتحمل لنا شعار ود صاحبة أول أشواط هذا الصباح مع شعار العيدة المركز الثاني. الوصول من المركز الثاني، من تقدمت في هذه اللحظات، تقدمت هنا العزرة سعد بن وسام بن سلطان الهاجري، وعلى المركز الثالث من تتواجد على المركز الثالث. الوصول والتقدم هنا من بجدلي علي بن عامر بن حمد الجحافي، وعلى المركز الرابع، الوصول على المركز الرابع في هذه اللحظات من قبل الفايز حمد بن محمد الشريفي، من يتواجد مع المركز الرابع. ناخذ المركز الخامس، يصلنا شعار الضعيف على مستوى المركز الخامس. نعم مشاهدينا ومستمعينا الافاضل، من تتواجد على المركز الخامس. الوصول والتقدم هنا من عجائب حمد بن مبارك بالضعيف النابت المري على المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نعود وإياكم إلى صدارة هذا الشوط وإلى المقدمة. الصدارة والقيادة مشاهدينا الكرام هنا مع شعار العيدة، مع شعار العيدة مع الداودية، سالم بن عبد الله بن سعيد العيدة المري مع المركز الأول. يا سلام، يصل الضعيف، شعار بر الضعيف يصل في هذه اللحظات ورافع راية التهديد هنا مع عجائب حمد بن مبارك والضعيف النابت المري، من يصل ويغير من المركز الخامس إلى المركز الثاني. ناخذ المركز الثالث، الوصول من بجدلي علي بن عامر بن حمد الجحافي، وعلى المركز الرابع، من تتواجد على المركز الرابع هذه الفايزة حمد بن محمد بن الشريفي، وعلى المركز الخامس. الوصول والتقدم هنا ومشاهدينا الكرام من الفدا عبد الله بن جل الله بن علي النابت المري، يا سلام عبد الله بن جار الله، عبد الله بن جار الله النابت المري مع الفدا على المركز الخامس. إذا مشاهدينا ومستمعينا الأفاضل، هذه نتيجتنا، ونعود وإياكم إلى صدارة هذا الشوط وإلى المقدمة. شعار بالضعيف هنا مشاهدينا الكرام مع الفايزة، الفايزة مع المركز الأول، الفايزة انطلقت نحو الناموس. عجائب، نعم مشاهدين الكرام تريد أن تحصد هذه النقطة من صالحها وتريد أن تضيف إلى إنجازها هذا الإنجاز. يا سلام يا الفايزة، الفايزة مشاهدين الكرام، أو هنا عجائب حمد بن مبارك بالضعيف النابت المري، حمد بن مبارك بالضعيف النابت المري هنا مع عجائب الناموس، مع عجائب الانتصار، مع عجائب في هذه اللحظات. ولكن الله يا البريصي، غلا وصلت غلا هنا، وعجائب وغلا اللحظات الأخيرة، عجائب عادت مرة أخرى، غلا مشاهدين الكرام هنا تريد أن تنتزع هذا الناموس، غلا وعجائب وغلا، ولكن الله مشاهدين الكرام، غلا هي من تفوز معنا بالمركز الأول. تهانينا والناموس لعلي بن حمد بن علي البريص المري المركز الثاني، وصلت فيه عجائب أيضا، أدت أداء تشكر عليه، نعم عجائب لحمد بن مبارك الضعيف النابت المري المركز الثالث، تصل على المركز الثالث، الفهد لعبد الله بن جار الله النابت المري المركز الرابع، وصلت على المركز الرابع بجدة لعلي بن عامر بن حمد الجحافي المركز الخامس، تصل الفائزة لحمد بن محمد الشريفي. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نعود وإياكم إلى ملخص هذا الشوط بعد أن كانت المنافسة حاضرة ما بين عجائب وما بين غلا، ولكن غلا أربع دقائق
32 ثانية، أربعة أجزاء من الثانية. هذا هو توقيت غلا، تهانينا لمالكها علي بن حمد بن علي البريص المريم المركز الثاني، فوصلت في عجائب. أربع دقائق 32 ثانية، ستة أجزاء من الثانية. هذا هو توقيت عجائب، تهانينا والناموس لمالكها حمد بن مبارك الضعيف النابت المريم المركز الثالث. أربع دقائق 33 ثانية، تسعة أجزاء من الثانية. هذا هو توقيت الفدا، تهانينا لعبد الله بن جر الله بن علي النابت المري، تهانينا والناموس للجميع.